النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة البحرين، توزيع الأرباح النقدية خلال العام 2023 للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر عام 2022 بنجاح، بما في ذلك الأرباح المرحلية ما مجموعه 566 مليون دينار بحريني، أرباحا نقدية عن الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين، حيث بلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية السنوية 560 مليون دينار بحريني، فيما بلغت قيمة الأرباح المتراكمة 6,140,000 دينار بحريني. من جانبه قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة إنه تم تأسيس صناديق ضمان حقوق المساهمين أمانات في مايو 2020 لتأخذ شركة البحرين للمقاصة على عاتقها مسؤولية توزيع الأرباح النقدية وضمان حماية حقوق المساهمين. ومنذ تأسيس الصناديق تم تحويل أرباح متراكمة إلى 118,000 حساب مستثمر. وأضاف أن شركة البحرين للمقاصة تعمل حاليا على تطوير الإجراءات المتخذة لتوزيع الأرباح غير المستلمة من أجل تحسين كفاءة العملية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المساهمين. أفاد تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية أن المملكة العربية السعودية حققت تعافيا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2019. وأوضح التقرير أن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023. ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي، فقد حقق إجمالي إنفاق السياح القادمين إلى السعودية رقما قياسيا بلغ أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023. وبحسب تقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. والآن نترككم مع دائرة الأسواق المالية الخليجية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة مواصلة الاجتماعات بينهما بشكل منتظم، وتضمنت المناقشات قضايا الاستقرار المالي وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية والتمويل المستدام والمدفوعات والبيانات عبر الحدود وجهود مكافحة غسل الأموال. وأضافت الوزارة أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا أيضا خلال اجتماعهم إلى أن وزيرة الخزانة جانيت يلن تتطلع إلى العودة لزيارة الصين في الوقت المناسب. توقعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تعافي السياحة العالمية في عام 2024 بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19، وأن يزيد عدد السياح الدوليين بنسبة 2% مقارنة بعام 2019. وقالت إن زيادة عدد الرحلات الجوية وتعافي الأسواق الآسيوية سيتيحان عودة كاملة لأنشطة السياحة في أنحاء العالم العام الجاري، رغم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى يشكل خطرا على قطاع السياحة. كما توقعت المنظمة أن تنتعش السوق الصينية في 2024 بعد أن أتاحت الحكومة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا السفر دون تأشيرة حتى 30 من شهر نوفمبر 2024. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.